أحيا الآلاف من المؤمنين يوم الحج السنوي لمزار سيدة الجبل العذراء مريم في محافظة عجلون، والذي يعد أحد المواقع الدينية المعتمدة من قبل الفاتيكان للحج المسيحي في الأردن. المزيد في التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد سيدة الجبل العذراء مريم، والذي يصادف كل عام في شهر حزيران، حيث أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي ترأسه سيادة رئيس الأساقفة بير باتيستا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس في مزار سيدة الجبل بمحافظة عجلون، بمشاركة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والأب فادي ثابت من لبنان، وبمعاونة القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المنسنيور ماورو لالي، ولفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة، وكهنات ورهبان الكلمة المتجسد وراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية، وعدد من السفراء ومسؤولي المحافظة وجموع غفيرة من المؤمنين. تبارك الرب الذي خلق السماء والأرض، إنه عظم اليوم اسمه هكذا، حتى إنه لا يبرح مضحك من أفواه الناس وفي العظة التي ألقاها الأب رفعة بدر جاء فيها: كم هو جميل أن نكون حول مريم العذراء شاكرين لها على كل نعمها وعطاياها، نشكرك أيتها الأم البتول على هذا الحج السنوي، وعلى محبتك للأردن، وعلى كل المزارات المريمية التي شيدت في وطننا. وجرى خلال القداس رفع للتقادم والطلبات على مذبح الرب، وزياح وتكريم لأيقونة السيدة العذراء. وفي ختام الصلاة قدم الأب فادي ثابت باقة منوعة من التراتيل المريمية تكريما لسيدة الجبل العذراء مريم. اختارك انت منقيك اجمل زهرة بالبستان يا مريم يا اغلى سبحان الرب الحنان، اختارك شمس في ليل الهم تتكوني من الإنسان، سكرت صبيعك حق مسبحتك غارت نجوم الليل من ديك، اسمك يا عذراء بالقلب محفوظ، قربك حياتي بعيشها بخور،